فمن مصروفي القليل برضو ده جزء. وكانت الكتب رخيصة، ما هو ده ودي مهمة برضو. دي كمان مهمة. أنا اشتريت كتب هامة جدا جدا بقرش ساغ وبتعريفة وبقرشين ساغ، لسه في مكتبتي لحد النهاردة. كويس. فالحكاية كانت يعني النشأة المكانين زي ما حضرتك وصفتيهم اللي اندمجوا في مكان واحد. أيوة. والظرف الزمني. أيوة. بتاع الخمسينيات والستينيات. سحراتي في مصر الكسر روح الغراوية، مسحراتي سحراتي يا مصراوية، مسحراتي مسحراتي يدق قلبي تسمعني هي. أبويا مدي البشر هدية، وجدي مدي الحنان هوية، وفوق سطوحي للحب غية يطير ويرجع يلاقيني طاير وحبيبتي واقفة في المشربية. طب هذا عن الوالد. الوالدة كان لها تأثير كبير، كبير حيث مرة جدا. قلت إنها كانت جمهوري الأول. الوالدة بقى كانت خارجة من رابعة ابتدائي، يعني قعدوها في المدرسة من رابعة ابتدائي عشان ما فيش تمن الكتاب أو تمن أي حاجة فيها تعليم، يعني قعدوها جزء يعني من الحكاية. ومن ناحية تانية انه كمان البنات ما تروحش تكمل تعليمها يعني. بس هي فضل عندها حلم انها تتعلم. وهي ست يعني زي كل الامهات المصريات اللي ربونا، اللي ربوا اجيالنا، يعني عندهم ذكاء فطري غير طبيعي. فابتدت لما احنا ابتدينا نخش المدرسة ابتدت تشوف الكتب بتاعتنا وتعمل نفسها بتذاكر لنا. كويس. فتسألني ايه الحرف ده؟ فأقول لها ميم. وايه ده؟ ألف. وايه الحرف؟ ميم ألف. طب الكلمة دي تبقى ايه؟ ماما. كويس. من أول ما اللي هو الحروف الأولى يعني، وفضلت معانا في الحكاية دي وهي بتعلم نفسها. يعني هي عاملة نفسها إنها بتعلمكو؟ بتأكد على المعلومات بتساعدكو. المدرسة قالت لك إيه ومش عارف إيه وكده، بس هي في حقيقة الأمر علمت نفسها. علمت نفسها لأن كان عندها بقايا من التعليم اللي هي وصلت له لحد رابعة ابتدائي. يعني واخدة بال حضرتك لما كتبت أول ما أسميه قصيدة يعني فيها كل سذاجة البدايات يعني وأنا في أولى إعدادي، كانت جمهورك الأول؟ كانت جمهوري الأول. رحت سمعتها اللي أنا كتبته فقالت لي أنت ناقل الكلام ده من حتة؟ فقلت لها لا والله ده أنا اللي كتبه. فقالت لي طب ده كلام حلو جدا، وكل ما تكتب حاجة تعالى سمعها لي. يعني بفطرتها البسيطة فهمت إن دي حاجة جميلة. أنا من اليوم ده تقريبا اتعددت رسالتي في الحياة. ده كده أنا دي يعني قالت لي ما تضيعش وقتك، يعني أن يكون الكتابة والقراءة وبداية الشعر. إنه إن أنت إن أنا بكتب شعر، وبعدين لما قالت لي أنت ناقل الكلام ده من حتة حسيت الله هو الكلام ده ينفع يكون موجود في حتة يعني. كويس. حسيت ان في حاجه كويسه قوي بتحصل في حياتي. كان ممكن وقتها مثلا تقول لي ايه اللي انت بتعمله ده، خليك في المذاكره او، انما الحقيقه زي ما بقول لحضرتك هي بفطرتها الذكاء اللي عندها خلاني فعلا شجعتني على كتابه، ان انا كل ما اكتب حاجه اروح اقراها لها فتقول لي الله وتحسسني ان انا بعمل حاجه كويسه وكده. واستمرت الحكايه معايا. نور الملائكة ملوا الأراضي، ملائكة حضرة وطيرة بينا، صلوا معانا على نبينا.
تعلم طيور. نويت أصوم لك.